تصوري هو حتى ما عم يسمح لي اطلع واقف برا قدام باب البيت. رح اختنقكي، حاسه حالي بسجن ولسه لحد هلا ما عم يحكي معي. خلص خلص اهدي، بدك تطولي بالك، كمان يلي صار مو سهل على ابوكي، بدك تصبري عليه شوي. بالمدرسه شو عم يحكوا؟ بعرف اني انفضحت، ما هيك امبارح شفت ضحان. مين؟ وين شفتي ضحان؟ خلص مو مهم، حتى الاستاذ سليم سالني عنك، يمكن اذا منقله بيقدر يساعدك. اكيد ما بعرف، بلكي نزع القصه اكثر. امي شبك خوفتيني، دقي الباب. ابوكي بيقول لك سكري التليفون. يعني كل شيء ممنوع. عائشه شفتي كيف انا عايشه اكيم؟ يلا بدي سكر، بدك شيء؟ ماشي ولا يهمك، روحي. ألو؟ ألو؟ أنتي شو قلتي للشرطة؟ ليلى عم بلبس، بخبرك بعدين. والمفتش سلجوق أكيد ما بيقصر، يعني هي المرة في بإيدينا دليل. سكري هلأ أنا مستعجلة. تمام حاكيني لكن. ليكي أمي، بدك شي مني قبل ما روح؟ حبيبتي كلي على مهلك، لسه ما تأخرتي، تعالي لشوف كلي لقمتين، لسه بدي أحكي معك. حاضر. عم بسمعك أمي، شو الموضوع؟ بتعرفي أنا ما تدخلت بحياتك لليوم مو؟ بس هلأ اتغير الوضع، صرتي صبية، ممكن تنجري ورا عواطفك. إذا شي شاب بيضحك بوشك توقعي بش مصيبة ما منلاقي لحل وقتها. إيه ماما خلص فهمت كل القصة، خليل عبى راسك علي ما هيك؟ أكيم يلي عم قوله هاد مشانك، بعرف إنه المدرسة منيحة وبتأمل لك مستقبل حلو، لهيك لا تشغلي بالك بشغلات فاضية، ما فينا نصير مثل هدول الناس، فهمتي حبيبتي؟ أكيد بعرف هالحكي منيح ماما، أنا رايحة لحتى أدرس. ممتاز، وما عاد تركبي مع حدا من الشباب بسيارته. يعني الموضوع مو مثل ما أنك فهمانتي ولا مثل ما خبرك خليل، لا مانو هيك. بدي منك يا أمي توثقي فيني، لأنه بعرف أنا شو عم ساوي منيح. رجاء هلأ أنا تأخرت، بدك شي؟ باي باي. ليك أخي طلع فيني عم حاكيك، فيك تقلي بنتك عائشة إمتى رح تجيها مثل هيك فرصة وانت بدك تضيع لي اياها؟ حرام عليك، خلي البنت تدرس يا عمي، لك في ألف واحد بس بيحلم تجي مثل هي الفرصة. عمي سادات ليك، أنا اللي قلت لها ما تخبري أبوكي، أنا بخبره، ولهذا السبب البنت ما قالت لك ونطرت لحتى أجي وأحكي لك القصة. عقدت القصة. شو كان تغير؟ ما كنت رح تسمح لها؟ يا عمي الموضوع له علاقة بمستقبل البنت وانت بتقلي عقدت الأمور، ليش عنيت لهي الدرجة؟ قديش قبضت؟ ها؟ هي كبيرة منك بحقي، اللي عم تقوله اسمه عيب. قديش قبضت؟ قديش؟ الحكي ما بينقل لي، عيب تتهمني هيك اتهامات باطلة، ومع هيك أنا ما رح رد عليك أبداً. ليك يا خليل، إذا عطوك وإنت قبلت هذا بيكون حق دم للبنت. لليوم ما طعميت مرتي وبنتي لقمة حرام واحدة، عم تفهم؟ وما بعملها. يلي بده يدرس ما بتهمه المدرسة، يلا روح على شغلك ولا عاد تفتح لي هذا الحديث بنوب. ايه ماشي. الحق علي انا اللي عم فكر ببنتك وبدراستها وكيف تأمن مستقبلها، الحق علي. ليك القناع انا اللي حرقته، ما تكون زعلت عليه؟ الشرطة اجت حققت معي وانت عم تتمسخر. وانا شو دخلني؟ بس ما اكون انا اللي بعثت لك الشرطة. الاجدب اللي تحت كان عنده فحص وحتى حطت القناع كانت لعبة. بهاد عم تلعبه؟ شبك يا اوزان؟ كم مرة عملناها يا كانات؟ شو عم تضحك علي انت؟ القناع مو لعبة عادية. ما خطر لي هالشي ابدا، وشو بيعرفني انه رح تشوفه ايكيم وتخبر الشرطة؟ يعدمني اياها. هالبنت ما رح تترك الموضوع، هي رح تضل تدور ورانا. ايه
ليش ما قلنا لك؟ والدليل هذا اللي عم نحصده كانت. برجع بقلك رح توجع لنا روسنا كانت. نحنا لازم نلاقي لها حل. أول شي لازم تعرف منيح مين منكون أنا وياك. أنت معي؟ وشفت النتيجة بعينك. فهم علي إذا بقينا ساكتين رح تتمادى أكتر من هيك. صح حكي؟ صحيح. طمني أخي، مشي الحال؟ لقيتوا القناع؟ هو يلي عمل الحادث؟ قلي. هلا أول شي صباح الخير، اهدي شوي والقطي نفسك عادي، تفضلي. صباح الخير. قلي شو صار؟ فتحنا الخزانة ما لقينا ابنه. حققت مع الشباب، أثبتوا وين كان بيوم الحادث وفي عندهم شهود. أكيد خبال القناع عم بيكذب وجاب شهود زور يشهدوا أنه كان بمحل بعيد كتير. بس أكيد ما اقتنعت، ما هيك؟ ما رح تترك القضية تخلص هيك. بالنسبة لإلنا كانت صار خارج دائرة الاتهام تماما. كيف؟ أنت اقتنعت بهي السرعة؟ توسعوا بالتحقيق. هذا شغلنا يا كيم، لو عم يكذب كنت كشفته. يا عيني يا أكيم، اسمعيني منيح، انسي هاي الحادثة ولا بقى تشغلي حالك فيها بعد هلأ لو سمحتي. انت مالك ذنب اللي صار. ليلى ما فيها تمشي، ويمكن كل عمرها ما تقدر انها تمشي من جديد، وما بتطلع من البيت. كل اللي عمرها لسه 17 سنة، وانت عم بتقلي ما فينا نعمل شي كرمالها؟ خلص انسي الموضوع. لو الحادث صار مع بنتك أو حتى أختك أنت بتقدر تنسى؟ ها؟ فهمان عليك كتير منيح، بس بدون دليل ما فيني أعمل لك أي شيء، صدقيني صعبة. معك حق، تمام، رح لاقي الدليل ورح جيب لك إياه، لأنه الفاعل من المدرسة. شوية وقت ورح تشوف. أنا بدي استأذن منك. لك هالبنت شو عم تعمل عند الشرطة؟ تفضلي. أهلا وسهلا يا خانو. يسلموا إيديك يا بكر، شكرا. شرفتي محل محلك. أهلا وسهلا. كل ما قلنا خلصت القصة بيرجع حدا يفتحها من أول وجديد، ما بقى رح أخلص. لك أخي وينك لهلأ؟ معقول هيك؟ رح أتأخر على دوام المدرسة. شو هذا يا الله؟ لك شبك؟ شو صار لك؟ طول بالك أخي. إذا بقى بتاخد هيك مبلغ بكسر إيدك، عم تفهم؟ فيني أعرف شو عم تعمل بهدول المصاري؟ ليك بكر، إذا بدك تعمل مثل أولاد الأغنياء اللي عم تدرس معهم، روح اشتغل وجيب مصاري. هون ما له طابعة مصاري. ليش؟ شو شايفني أخدت مصاري؟ يعني مالك شايف الوضع برا أخي؟ ما بفهم هالحكي بكر. ليك حتى أنا منتبه، هي المدرسة ما بعرف شو عملت فيكن، قلبت روسكن أنت وإيكيم. صح، كمان في شغلة، شفت إيكيم طالعة من المخفر من شوي. استغفر الله اخي، ما قلت لي سكرت المدرسه على الحادثه؟ اي صح، سكرت. اذا تسكرت لحد هاللحظه ايكيم عم تفتش، بدها تفتح الملف وبتشوف. خد هدول هلا بشوفها وبفهم منها شو القصه. يلا بكره، بسرعه بسرعه، ولا تنسى تظبط الجرافيك. حاضر اخي، لتبين ماشي. مثل الرجال، اهم شغله هي المظهر الحلو.